بعد مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أعاد تسليط الضوء مجددا على المشهد الأمني في محافظة الأنبار، خصوصا على الشريط الحدودي مع جارة سوريا. مسؤولون عسكريون يرون أن القوات الأمنية تطورت قدرتها بما يمكنها من منع أي محاولات إرهابية لداعش أو اختراق الحدود أو تنفيذ هجمات داخل الأراضي العراقية. قوات الأمنية العراقية جاهزة، يعني قوات الحدود، قوات الجيش العراقي. تعرف هسه احنا عندنا حدود ثلاث دول، السعودية ما عندنا بها، يعني حدودنا مع السعودية ما عندنا بها مشاكل، حدودنا مع الأردن ما عندنا بها مشاكل. المشاكل مع حدودنا مع سوريا، لأن المشاكل داخل سوريا تأثر على الوضع الأمني داخل العراق، والامتداد السكاني في أكثر من منطقة على الحدود السورية أيضا له تأثير على الوضع الأمني. يعني أكو أحياء سكنية تكاد متلاصقة، مشتركين معاهم بنهر الفرات، مشتركين معاهم بالبادية الجزيرة وبادية الشام، تحول إلى بادية الشام. فإحنا كالحدود المنطقة الثانية قائمة بواجبها يعني بشكل جيد جدا. القوات اللي ماسكة خلف الحدود، قوات الجيش العراقي، قوات الحشد الشعبي، حشد العشائر، الكل قائم بواجبة. ويرى مراقبون للشأن الأمني أن الأحداث التي مرت في محافظة الأنبار مخلفة من ضحايا ودمار، ولدت بيئة رافضة لداعش وأفكاره المتطرفة، مشددين على النظام السياسي أن يديم هذا التوجه بمزيد من الخطوات التي تعزز العدالة الاجتماعية. الأنبار خرجت من بعد ما خرجت من حرب داعش بعد 2014، اليوم الشعب الأنباري وأهل الأنبار رافضين الأفكار المتطرفة والفكر الإرهابي، ولم يكون هناك ولم تكن الأنبار يوما من الأيام هي حاضنة للفكر المتطرف بقدر ما هي تكون بيئة طاردة لهذه الأفكار الدخيلة التي جاءت من خارج الحدود. اليوم حقيقة أهل الأنبار يتأملون الكتل السياسية والعملية السياسية أن تحقق عدالة اجتماعية. ويعول سكان الأنبار على قدرة القوات الأمنية العراقية في ضبط الحدود مع جارة سوريا، والذي من شأنه تقليل ارتدادات الوضع الأمني الهش داخل الأراضي السورية. من الأنبار، أحمد الحمداني، قناة التغيير.